اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه موضوع الاشاعات ده بقى حاجه سخيفه جدا. من حق كل واحد طبعا ان هو يجتهد ويشوف من وجهه نظره ايه اللي بيحصل. بتكلم على المواقع الاخباريه وعلى السوشيال ميديا وكل حاجه، ولكن ان انت تطلع اشاعات بعينها عشان تمشيها في وسط الناس، الموضوع ده اصبح الحقيقه موضوع تعبنا منه وزهقنا منه وزهقنا من كتر ما بنتكلم. امبارح كان الموضوع بدر بنون، ان بدر بنون هيمشي، وان بدر بنون موسيماني مش عايزه، وان بدر بنون كذا وكذا وكذا. طلعنا هنا من خلال البيت الكبير نفينا هذا الكلام تماما تماما. موضوع ان بدر بنون مكمل في النادي الاهلي، بدر بنون مكمل في النادي الاهلي. طيب النهارده فوجئنا، وانا هقول لحضراتكم على بعض الحاجات علشان برضو حضراتكم ما تتشدوش مع حد من بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيحاول دايما يودينا في سكه ان احنا كاهلاويه يعني او اداره الاهلي عايزه تبيع الناس كلها. والحقيقه الموضوع مش صحيح، الموضوع مش صحيح حتى لو فكرنا فيه. وانا هتكلم مع حضراتكم دلوقتي في المواضيع وفي كل اسم لوحده. يعني حضرتك مثلا احنا بنتكلم عن ان محمد الشناوي بيقولوا الى النصر السعودي، محمد الشناوي الى النصر السعودي. طيب خليني اقول لحضرتك حاجه علشان تبقى حضرتك عارف ان كل الكلام اللي بيتكتب بخصوص محمد الشناوي هو كلام غير صحيح. النصر بيغلق اجانبه بالتعاقد مع انسيل لمو بدلا من المصاب بيتي، خلاص، ليكون اجانب النصر 7. اذا محمد الشناوي الى النصر السعودي هو كلام كاذب، لانه مش انا اللي بقول، ولكن نادي النصر السعودي هو اللي بيقول ان هو اكتمل عندهم 7 اجانب، اكتمل ال7 اجانب عندهم. فبالتالي محمد الشناوي موضوع منتهي. خلينا نروح للي بعد كده، حسين الشحات الى الحزم السعودي. هل حسين الشحات هيروح للحزم السعودي؟ طيب حسين الشحات اللي ضحى بفلوس كتيره جدا عشان يكون متواجد في النادي الاهلي، حسين الشحات تعرض لبعض الانتقادات خلال فتره من الفترات، وهو نفسه كان بيقول هذا الكلام ان هو عايز يعلى بمستواه، ولكن المستوى اللي حضراتكم شفتوه لحسين الشحات في النصف الثاني من هذا الموسم يسمح بان لجنه التعاقد تمشي حسين الشحات، لجنه التخطيط تمشي حسين الشحات توديه اعاره للحزم السعودي؟ بمنتهى المنطقية أنا باخد بس كل الأسماء علشان تبقوا حضراتكم عارفين. بالنسبة للشناوي النصر السعودي قفل ال7 أجانب اللي عنده، بالنسبة لحسين الشحات معرفش هل ممكن حد يفكر من طبعا زي ما قلت لحضراتكم في البداية، كل من لا يشجع النادي الأهلي أو بعض من لا يشجع النادي الأهلي دايما بيروحوا للسكة دي علشان تحصل الدربكة اللي المفروض هم عايزينها تحصل، اللي المفروض ان هم عايزينها تحصل. ولكن هنرد واحده واحده. طاهر محمد طاهر، اشمعنى حسين الشحات وطاهر؟ خلينا نتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه. عشان بيرسي تاو وميكي سوني، عشان نادي الاهلي جاب بيرسي تاو وميكي سوني. طيب هو بيرسي تاو هيلعب على طول وميكي سوني هيلعب على طول؟ مش هيتصابوا؟ ده لو لعبوا اساسي مش هيتصابوا لا قدر الله، مستواهم مش هينزل، ده لو لعبوا اساسي مش هيتوقفوا انذارات؟ فاحنا ايه هنمشي حسين الشحات وهنمشي طاهر محمد طاهر علشان هم احنا جايبين 2 سوبرمان يعني ما بيبطل ده لو يعني لو كان هناك قرار بان هم يلعبوا يعني. مفيش حاجه اسمها روتيشن لما يبقى عندك حد في قيمه حسين الشحات، ولما يبقى عندك حد في قيمه طاهر محمد طاهر. خلاص بالعقل يا جماعه، خلينا نفكر مع بعض بالعقل، عشان انا بيجي لي مسجز كتيره جدا من انا معتقد ان هم مش اهلاويه الحقيقه. كل الناس اللي بتبعت لي او معظم انا اعرف ناس منهم طبعا عارف ان هم اهلاويه جدا وعايزين يطمنوا على النادي الاهلي، ولكن انا عارف ان هم الباقي دول مش ما بيشجعوش النادي الاهلي، وبالتالي انا برضو بحاول ان انا ارد مع حضراتكم بمنتهى الصراحه وبالمنطق وبالعقل، مش مجرد كلام بنقوله وخلاص. ده بالنسبة للشناوي، بالنسبة لحسين الشحات، بالنسبة لطاهر محمد طاهر اللي رايح سموحة وقال لك إن في قاعدة، كل ده عشان الكابتن خطيب كان قاعد مع المهندس فرج عامر وخلصوا الصفقة بتاعة حسام حسن. وبالمناسبة صفقة حسام حسن هي صفقة النادي الأهلي اتفق مع نادي سموحة على إن حسام حسن هيكون متواجد في النادي الأهلي مقابل مادي قد كده، 1.2315 زي ما اتفق الكابتن خطيب مع المهندس فرج عامر. الاعارات اللي هتروح من النادي الاهلي لسموحه كلها هتبقى اعارات بفلوس تانية ملهاش علاقه بالصفقه دي،
يعني دي صفقه منفرده، والاعارات اللي هتروح لنادي سموحه هي صفقات اخرى او اعارات اخرى او ليها اتفاق اخر. فده بالنسبه لموضوع طاهر محمد طاهر. الناس جابت القعده بتاعت الكابتن خطيب وقال لك طاهر هيروح سموحه. لا يا جماعه، طاهر مش هيروح سموحه، طاهر مكمل في النادي الاهلي. طاهر هناك بعض الامور الخاصه بطاهر محتاج ان هو يطورها خلال الفتره اللي جايه، واعتقد ان موسيماني اتكلم معاه فيها، وان جمهور الاهلي في الشارع لما بيشوفه بيتكلم معاه فيها. ولكن طاهر متواجد في النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. كل شهر بقى بنسمع ان كهربا هيمشي، خلاص كل شهر بنسمع ان كهربا هيمشي، ولكن هل في حاجه رسمي لكهربا في النادي الاهلي؟ حتى هذه اللحظه لا يوجد حاجه رسمي. هل هناك شيء رسمي يقول ان كهربا هيمشي من النادي الاهلي؟ لا، الحقيقه مفيش اي شيء رسمي بيقول هذا الامر. رفض عمرو السوليه التجديد، يعني برضو كلام غير صحيح. عمرو السوليه هناك مفاوضات على التجديد لعمرو السوليه، وعمرو السوليه بيبدي موافقته المبدئية على ان هو يكون متواجد، ولكن من حقه طبعا ان هو يقول انا هاخد قد كده، هعمل قد كده، من حقه طبعا. وده اي لعيب في العالم من حقه ان هو يتفاوض، مفيش اي مشكلة، لكن الامور ماشية بشكل جيد. على فكرة لما يحصل اي حاجة من المواضيع دي هتلاقونا احنا طالعين نقول لحضراتكم ايه يا جماعة، كذا حصل كذا 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 بالنسبة للاعب الفلاني. مين تاني؟ موسيماني يطلب برحيل بدر بنون، واتكلمنا فيها امبارح واتكلمنا فيها تاني النهارده. قفشه ومعلول والشحات والسوليه طالبين زياده مرتباتهم، حتى لو طالبين زياده مرتباتهم، حتى لو طالبين زياده مرتباتهم. بالمناسبه كل واحد من حقه يشوف اللي هو عايزه كلاعب ومجهوده اللي عمله، ولكن هناك عقد دائما بيربط ما بين اللاعب والنادي الاهلي، والنادي الاهلي لا يتراجع في عقوده. وبالمناسبة النادي الأهلي وفي مرات كتيرة جدا سابقة حس إن اللاعب إسلام مثلا مظلوم، وإن هو محتاج يرفع من مرتبه أو يرفع من عقده السنوي، بيرفع من عقده السنوي. هذا هو النادي الأهلي، وهذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي. صدقوني يا جماعة، كل اللي أنا بقوله لكم ده هو كلام صحيح 100%. بدر بنون مكمل، طاهر مكمل، محمد الشناوي مكمل، حسين الشحات مش مسافر. كل إزاي فكر فيها حضرتك ازاي تمشي علشان تشوف الامور بشكل، الا بقى لو حصل حاجه يعني حد تاني جه من ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، او محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل الايام اللي جايه. ولكن حتى هذه اللحظه كل الامور مقفوله بالنسبه للي حضراتكم سامعين عنهم، بالنسبه للناس اللي حضراتكم سامعين عنهم او للاعبين اللي حضراتكم سامعين عنهم. دول كلهم كله كلام مقفول. محمد الشناوي مكمل، طاهر مكمل، بدر مكمل، حسين الشحات مكمل، كل هؤلاء اللاعبين مكملين. وان شاء الله ان شاء الله الكل يستعد خلال الفتره القادمه، هنشوف هياخدوا اجازه قد ايه، ويستعد بقى الكل الفتره القادمه علشان يرجع تاني ويبدا بقى للسوبر الافريقي، ويبدا الدوري، ويبدا الكاس، ويبدا البطوله الافريقيه، علشان نرجع مره تانيه نفوز بالدوري ان شاء الله، يعني نفوز بالدوري والكاس كعاده النادي الاهلي دائما. زي ما قلت لحضراتكم مفيش مشكله ان احنا مفيش مشكله، بنزعل وبنتضايق وكل حاجه، عندنا اخطاء، ولكن هناك مؤثرات اخرى اثرت على خساره النادي الاهلي، مؤثرات خارجيه اخرى اثرت على ان النادي الاهلي يخسر الدوري الاخير. ولكن في نفس الوقت عندنا اخطائنا، احنا لا نبرر شيء، ولكن عندنا اخطائنا، وكل الفتره اللي جايه بيحاولوا في مجلس او اداره كره القدم بيحاولوا مع المدير الفني ان هم يعالجوا هذه الاخطاء، وده اللي هتشوفوه واضح جدا جدا خلال الفتره القادمه.